مشاهدين الكرام ومتابعين الأعزاء، نصل بكم إلى شوطنا 13 للقعدان لسن الحجايج من أرضية هذا الميدان عاصمة الميادين لسباقات الهجن عبر قناة ياس الرياضية، حيث من تتابعون هذه الانطلاقات. بسم الله وعلى بركة الله، أعلنت انطلاقة شوطنا 13 للقعدان الحجايج. نذهب مباشرة إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول لنتعرف على الصدارة. من ياتي مقلع، تعود الملكية يحيى بن سعيد بن خميس السنيدي من يقدم هذا الاسم، ولكن اللي غير على الصدارة وعلى المقدمة في هذا الانطلاق سياف راشد بن سالم الغيلاني من يقدم لنا سياف. ثاني المراكز مبلش محمد بن خليفة بن شاهين الأغفلي. المركز الثالث يتقدم في هذه اللحظات ويصل صايب، تعود الملكية، ولكن الشاعر خلف بن راشد بن نايل الشامسي غير واحتل المركز الثالث. رابع المراكز مقلع يحيى بن سعيد بن خميس السنيدي. المركز الخامس ينطلق في هذه اللحظات ويتقدم من الجانب الآخر بهذا التقدم الممتاز وبهذا الانطلاق المميز. من ياتي مباشرة مشاهدين الكرام، ينطلق الغزال سالم بن عبيد بن سالم بوظفيره العامري من يقدم الغزال، ولكن الأسماء قادمة. هناك ينطلق في هذه اللحظات ويصلنا مشاهدين الكرام، يتقدم من مركز إلى مركز القادم الواصل في هذه اللحظات شاهين سلطان بن العب الشرقي الحرسوسي من يقدم لنا شاهين محتلا مع المركز السابع. ثامن المراكز اللي في المركز الثامن ينطلق في هذه اللحظات ويتقدم مباشرة ويأتي بهذا الدخول المميز مشتاق، تعود الملكية علي بن راشد بن علي المعاضيد. هكذا النتيجة، هكذا الأسماء، ولكن لنعود مع المقدمة، لنعود مع الصدارة. جلمود ما يبنى لطاري إلا مع المركز الثاني في هذه اللحظات، حمد بن مسلم بن حمد بن متعب العامري الصدارة والمقدمة، والمركز الأول على الصدارة الأولى على الانطلاق المميز في هذه اللحظات. من ياتي مع المقدمة والصدارة صايب، صايب أحمد بن علي بن عمير المنصوري غير صايب واحتل الصدارة. أبو علي يقدم لنا صايب مع المركز الأول. ثاني المراكز من ياتي جلمود، حمد بن مسلم بن متعب العامري، راشد بن سالم الغيلاني بدأ يتقدم في هذه اللحظات ويعلن هذا الحضور مع المركز الثالث. يتقدم مباشرة اللي هو مشاهدين الكرام سياف راشد بن سالم الغيلاني. وصلت الأسماء، القادم أحلى من يصل في هذه اللحظات ويحتل المركز الرابع، ومن الرابع إلى الثالث. وعين لنا مساد الشوط مشتاق علي بن راشد بن علي آل علي المعاضيد يقدم هذا الاسم، ولكن مشاهدينا الكرام بوظفيره العامري يقدم هذه النوعية ويقدم هذا الاسم للغزال سالم بن عبيد بن سالم بوظفيره العامري القادم الواصل في هذه اللحظات. وصل العبار محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. نعود إلى البداية، نعود إلى مقدمة الشوط. سياف على الصدارة، ومن الجانب الآخر من ياتي مشتاق، مشتوق غادر أعلن انطلاق مشتاق، غادر الجميع بهذا الرقص المميز، بهذا الإبداع، بهذا الانتقال الممتازة. نقول علي بن راشد بن علي آل علي المعاضيد غادر الجميع بناموس هذا الشوط. سلام مشتاق، سلام سلام على هذا الأداء المميز والانفراد الكلي للغاية من يقدم هذا العرض المميز لنا مشتاق. علي بن راشد بن علي آل علي المعاضيد قبل ما يصل إلى خط النهاية، تهانينا والناموس، تهانينا والناموس لمالك مشاهدينا الكرام مشتاق. تعود الملكية من قدم لنا مشاهدينا الكرام علي بن راشد بن علي آل علي المعاضيد لحظة وصوله وفوزه وانتصاره بناموس هذا الشوط. المركز الثاني الهبوب سعيد بن سالم بن حمد الديلي أبو الخطاب، أول إذاعة للهبوب. المركز الثالث من وصل العبار محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. المركز الرابع، رابع المراكز أتى سياف راشد بن سالم الغيلاني. والمركز الخامس،
خامس المراكز زاهي الدودو بن سالم بالاسود العامري، اول اذاعه له مشاهدينا الكرام مع المركز الخامس. هكذا النتيجه. نذهب مباشره الى مشتاق علي بن راشد بن علي ال علي المعاضيد. تهانينا والناموس. قاطع المسافه 4 دقائق 25 ثانيه. ثلاثا من الاجزاء. تهانينا لعلي بن راشد بن علي ال علي المعاضيد. تهانينا والناموس. الهبوب سعيد بن سالم بن حمد الاديري ابو الخطاب. واجهنا من حيث لا نعلم، ما يبنى لطاري الا مع خط النهايه 4 دقائق 27 ثانيه. ثمانا من الاجزاء. ثالث المراكز، نشوف اللي في المركز الثالث. هناك ايضا محمد بن عتيق بن زيتون المهيري العبار 4 دقائق 26 ثانيه، 28 ثانيه. ثلاثا من الاجزاء. خامس المراكز، نشوف اللي في المركز الرابع. هناك 4 دقائق 29 ثانيه، 8 من الاجزاء. سياف و6 من الاجزاء. راشد بن سالم الغيلاني. هكذا مشاهدينا الكرام المركز الخامس 4 دقائق 30 ثانية بالوفاء والتمام. من حل مع المركز الخامس زاهي الدودة بن سالم بالاسود العامري، واول نداء له مع المركز الخامس. هكذا النتيجة. تهانينا والناموس للجميع.